ريا، تجربة زواج قد ايه وانفصال بعد قد ايه؟ تجربة الزواج كانت 7 شهور. 7 شهور فقط. وانت قبل الزواج كنت ارمل، ونتج عن الزيجة الاولى بنت بنت عندها كم سنة؟ 9 سنين. سبب الطلاق؟ سبب الطلاق هي معاملة البنت، كانت معاملة المعاملة الزوجة زوجتك التانية الجديدة للبنت كانت مش لبنتك. كويسة. ما كانش في صورة من صور التفاهم او الشرح لا، او كده؟ حاولت اوجه كتير، خصوصا ان احنا قبل الجواز يعني هي عارفة ان هي هتتجوز ومعايا بنتي، فالموضوع اتغير بعد الجواز، مش متقبلة البنت في البيت، كانت المعاملة سيئة جدا، وده انعكس على البنت نفسها نفسيا يعني. البنت اشتكت لك طبعا. طبعا، وانا كنت بشوف ده وانا قاعد يعني. ايه اكتر مشكلة انت عانيتها في مسألة الطلاق وغياب الزوجة؟ انت الان رجل بدون زوجة ومعاك طفلة 9 سنوات، ليها احتياجات وليها مسؤولية يعني. طبعا يعني الموضوع صعب جدا، صعب. والواحد طبعا يعني انا سني 42 سنة، فهرجع تبتدي من الصفر تاني، والمشكلة هي في تحري الدقة في اختيار الزوجة. انت ما تحرتش الدقة في الزيجة التانية؟ ما هو في حضرتك، بص، الجواز بيبان زي على العشرة البطيخة يا بس باشا. كده، زي البطيخة دي باشا زي حقيقة ما فعلا، بيقولوا. كلنا بنتجمل وكلام بيبقى موضوع تاني خالص غير ال بس حالتك واضحة انك بتقول انا عندي بنت 9 سنوات، يعني اللي اتجوزتها كانت بنت ولا سبق لها لا، الزواج؟ سبق لها الزواج. لم تنجب هي لا منك ولا من الزوجة اه الأولى. بتفكر تعاود التجربة تاني؟ بفكر، بس يعني دلوقتي الموضوع صعب بالنسبة لي ان انا اتسرع طبعا، وان انا استعجل يعني. انا بنتك عايشة ازاي؟ انت بتشتغل؟ هو بنتي مع اختي، مش مقيمة معك؟ لا انا بروح لهم يعني، لانها محتاجة ام عشان بديلة ظروف الشغل يعني، وام يعني حد ومحتاجة يحتوي. ام، هي محتاجة ام.